أيوة. كلام جنرال، جنرال الكلام. من جديد معنا عبر الشاشة الجنرال العماد ميشيل عون، رح يتوجه للمواطنين والمشاهدين ببعض التفاصيل والإيضاحات حول ما يجري على الساحة. جنرال لك روج. أهلا وسهلا فيك بشاشتك. بونسوار، أهلا وسهلا فيك وشرفت هلأتني. جنرال حب يطل على المشاهد هالمرة بإطار جديد، حب يعمل مثل مفاجأة وتكون مثل خطوة غير مسبوقة يتوجه فيها بطريقة مستحدثة. جنرال خبرنا شو هي الطريقة لو سمحت. بونسوار لك ولكل المشاهدين. هلأتني أنا اللي حاولت أني أعمله إكسر القاعدة أنه رح طل على المشاهدين بهالأغنية اللي ألفناها حتى نكشف الكذب وين ونفرجي الحقائق وين. هلأتني من خلال هالغنية هاي. جنرال فينا نعرف شو بتحكي على الغنية؟ توجه للجمهور، خذ راحتك، تخيل حالك انه ما في شيء واقف بوجهك. لك ما تطلب مني ان هلأتني انت انا اعمل، انا بعرف حالي شو لازم اعمل. انه ارتاح، ما طبعا اذا هون بالرابي ما بدي ارتاح، وين بدي ارتاح هلأتني؟ مرتاح؟ طيب. هلأتني الغنية بتقول نحن على الهواء؟ نعم. وعدوني ونطروني وقالوا البلد مسمومي وكيف بدها تتشكل الحكومي. الفكر يبلفوني وبالزاوية يزركوني وشو ما يطلع قدام يعطوني. حي الله، لا والله انا بشكل الحكومي. بترجع هلأتني بتنعاد، وعدوني ونطروني. هلأتني اخذنا اذن من الاستاذ الياس الرحماني عليها. اول شيء انا بحب اذكرك، يعني جنرال لاحظنا انه عندك كمان مواهب فنيه، يعني ريت تقدمت بيوم الايام لسوبر ستار او ستار اكاديمي، يمكن كنت بدحت بعالم الفن. هيدي الاغنيه بتكسر الارض. على فكره تعملها كليب او شيء يعني ولا؟ وهلأتني رح اجت الفكره صراحه، قالوا لنا الكادر تبعنا انه نعملها كليب. شو هاللي عم يعملوا هلأتني؟ الكليبات احسن منا. معك حق. وهيك هيك هلا موسم كليبات شغالي بتلاقيه على تفضل. بعدين جنرال في شغله بالنسبه للكليبات، يمكن ما بيفهموا بالحكي اوقات السياسيين، يمكن اذا توجهت لهم بالكليب. وطبعا لانه بتنحط بالاذاعات وبالتلفزيونات والعالم هجم على الكليبات. طيب فوت شوي على السياسه اكثر جنرال، في موضوع العرقله الحكوميه عم بيقولوا انه الجنرال او تيار الوطن الحر عم بيصير في نوع من العرقله للتحرك باتجاه تشكيل الحكومة من قبلكم. نو 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 باردون، هلأتني ما حدا يبلش يقول خلينا نسمي الاشياء باسمائها. نحن ما عم نعرقل، نحن هلأتني عم نبعث له دائما المنتدبين عنا، عم بيروح جبران يقعد دائما ساعة رايح على فردان ساعة على عين التين هلأتني، وبيبعث لنا هو على الرابي. نحن الكرة بملعب هلأتني. هيدي بس في قصة الأسماء، انطلب انه تنوضع مثل ليستا، يعني يصير في منا اختيار للأسماء بتسهل الوضع. وخطرات الواحد بتذكرونا بأمثال لك هلأتني شو اللي بيسهل الوضع؟ هو طلب منا انه نحن ننقل الوزارات. نعم. ونعطي أسماء عليهم. نعم. عملنا مثل ما بده، ما قلنا له لا. حددوا عدد الاسماء المطروحه لكل وزاره. وكمان قالتني شو عم لك شو عم لك شو عم بقول انا؟ بس لنستفيد. نقينا الوزارات تبعولنا. نعم. وبعثنا له اياهم ومع كل حقيبه ثلاث اسماء. خليه هو يختار ينقي بقى، بدنا نألفها للحكومة. سوري جنرال، يمكن أنا فهمت عليك، هيدا الموضوع صار عنده، يعني تشكلت هالليستة من قبلك مقابل كل حقيبة ثلاث أسماء تيختار منهم، صارت عنده؟ بيان سور عنده صارت. إيه طبعا. لكن ما بقى في إلا إنه تطلعنا شوي على هالأسماء تا المشاهد والجمهور يعرف مين اخترت وشو صار عنده. وخلتني مني خيفين أنا من إعلان الأسماء بقدر ما إنه هو ما عم ينقي. وبعلن لك. إيه طبعا بعلن لك. مثلا وزارة الداخلية، شو ثلاث أسماء اللي اقترحتهم؟ أعطيته ثلاث أسماء لوزارة الداخلية. جبران باسيل. نعم. وجبران باسيل وجبران باسيل. خلي نقي واحد منهم ولا أهين. منصوب بالفعل. طب والاتصالات؟
وزارة الاتصالات وزارة الاتصالات اعطيته شارب النحاس. ومين اسمه؟ وهلقني شارب النحاس وبفتكر شارب النحاس. خلينا نقي هلقات صعبة هلقتني تنقيم شو طلب ثلاث اسماء. مزبوط مزبوط. ينقي واحد منهم ينقي ويلقي. هن عم بعرق له هيدي بينت واضحة انه عم بعرق. بيبعت لي وبيبعت له يبعت له شو بدي له هلقتني وخلص ماني خيفان قلت لك اياها بكل صراحة. وعدوني ونطروني وقالوا البلد مسمومي وكيف بدها تتشكل الحكومة. عجبتها؟ كتير حلوة. خلصنا على الهواء؟ نحن مش على الهواء.